السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. جيناكم بيوم جديد ومقطع جديد، الله يكتب لنا اللي فيه الخير يا رب. حاليا موجهين لموسم راس تنورة، موسم الكنعد الخباطات معروفة طبعا راس تنورة في موسمها في الشتوية، حاليا هذا وقتها حق الكاست، المتعة هناك ما يحتاج، الله يكتب لنا اللي فيه الخير. رايح أنا والحبيب مشعله نزل يطلب لنا فطورنا، جاي نفطر انا والحبيب، هذا معطينا ظهره بس مشغول حاليا، فان شاء الله بنفطر الحين. حاليا تقريبا الساعه 4:30 الفجر، بنروح هناك ان شاء الله على شقه النور، بنوصل باذن الله، الله يكتب لنا اللي في الخير، متفائلين الخير ان شاء الله. بنشوف ان الله رزقنا بشيء او ما الله كتب، عادي، الحياه حلوه، احنا رايحين نستانس ونغير جو. يلا نشوفكم هناك في البحر باذن الله. صبحكم الله بالخير جميعا، الحمد لله سلامتنا، تونا واصلين راس تنورة انا والحبيب مشعلو. حيا حيا، صبح صبح. هذا بعد ما فطر الحبيب، صح صح، نازلين نسوي كاست، الله يكتب لنا اللي في الخير. طبعا العدة اللي معي حاليا استعملها عصا من شركة ياسي اسمها الظفرة كين كاست 77، جراماتها 60 جرام الماكس، وعليها خيط ياسي 1.5 تقريبا 30 البي او 31 البي، وماكينة بيلزون جوانا ماكس 3000 مقاسها، الله يكتب لنا اللي في الخير يا رب. يا حلو، نزل لهم الدول يوم، يلا يلا نزل لهم الدول حبيب، هذا الدور، الله يكتب لك اللي في الخير. الوزن شاء الله. الوزن 58 ما شاء الله، وزنه 58 جرام، ضحك تونا بس يلا تونا نشغل براس النور برزقتها ان شاء الله. ما شاء الله، الله يكتب لي في الخير. العصا جاكال، العصا جاكال، ماكينة ون باور، ماكينة ون باور، الله يرزق. 4000 ولا 5000؟ 5000 ما شاء الله. خيط الياسي 1.5 30 البي او 31 البي، الله يكتب لك في الخير والله يرزقك. الشركاء اللي ويانا هذا الشباب، تجهيز تجهيز ما شاء الله، يلا برزقتها ان شاء الله. هذا من جبنا شعلت بعد اصلي ان شاء الله. هذا البحر وصلنا، هذا الموج ما شاء الله، الله يكتب لنا اللي في الخير يا رب، والله يرزقنا على الاجواء الطيبه هذه. نقول بسم الله. طبعا انا مسيم، حاط لي سيم تقريبا ما ادري صراحه كم البي، حاط هاللور الطيب مقاس 140، الله يكتب لنا اللي في الخير، وزنه تقريبا 28 او 30، الله يرزقنا ان شاء الله باللي في الخير. نقول بسم الله، اول قطه لنا براس تنوره، نقول بسم الله وبرزقتها يا رب. بسم الله يا الله يا كريم، الله يكتب لنا اللي في الخير. هذا بداية الخير، بقينت واحدة مع الشباب قاعدين يسحبونها، بس باقي يبغى ينتبه الرجال هناك، الله يرزقهم يا رب ان شاء الله تطلع، الله يكتبها لهم. هذين زي ما تشايفين في البحر نزل لها، الله يكتب لها ما شاء الله. الله هذا هو قاعدة تعافر، خباطة شكلها، الله يكتب لهم اللي في الخير. حاليا لنا حوالي ساعة قاعدين نسوي كاست، هذه العومة قدامنا السوادة هذه، بسم الله، فما شاء الله قاعدة تنشف أماكن واجد، نش قريب بعيد كل مكان موجودة، الله يكتب لنا اللي في الخير. شفتوا هذه؟ هذه ضربت توها ضربة هنا قريبة، الله يكتب لي في الخير. هذا الشباب ما شاء الله متجمعين، برزقتها إن شاء الله، الله يكتب لنا واللي لهم اللي في الخير يا رب. هذا مشعلو نزل جيك، نجرب، احنا قاعدين نجرب حاليا، ايش عندك في العدة نزل، كل شيء في العدة نزله، الله يكتب لنا لك الخير يا رب، الله يرزقنا ان شاء الله. ما شاء الله، هذا واحد من الشباب ضربت عليه، الله يكتب لنا لك الخير ما شاء الله، الله يكتب لنا لك الخير. الله الله يرزقه، نقول الله يرزقه، يلا يلا قربت قربت ما شاء الله. ما مش علو
هون منتب منتب قدم 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 تعال وصل 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 قدامك عاد عاد ان شاء الله ما يكسب لنا في الخير ان شاء الله ايه ما شاء الله امسك امسك جوالي بس عطنا العصا امسك الجوال هلا ما شاء الله اخوك الطيب ما شاء الله كفو ما شاء الله كفو عادي طبعا هذا حالنا في راس النورة كل شوي نغير منطقة ورا العومة حاليا هنا زي ما انت شايفين ما في عومة العومة هناك بعيدة الشباب راحوا لها هناك احنا بنروح الحين نتمشى والله يكتب لنا اللي في الخير يا رب بسم الله يا الله يا كريم نقول الله يكتب لنا اللي في الخير كان عده موجوده في كل مكان باقي ما الله كتب لنا اللي في الخير طبعا هذا العالم ما شاء الله كلهم قاعدين يسوون كاست الله يكتب لهم اللي في الخير ما شاء الله عليهم الله يرزقهم ان شاء الله لهم حق موسم الكنعت هي الشان عدا ما شاء الله تبارك الله السلام ما شاء الله الشباب هنا ما شاء الله شغالين ما شاء الله طبعا هذه أجواء راس النورة تحب جمعة الشباب ما شاء الله الشباب في كل مكان يمينك يسارك يحمسونك يعطونك ما شاء الله باور ما شاء الله هذا ما شاء الله الشباب شغالين كاس هذا قدامنا العومة زي ما انت شايفين بس ما في ضار ما في شيء وقف الشباب باقى ما شاء الله مناضلين الله يرزقهم جميع ان شاء الله الله يوفقهم حنا يمكن بنغير مكان او خلاص يلا روح ما شاء الله صرت انا عدة الحبيب ما شاء الله كان اكثر عاد ما نخلي فيها شيء يعني ايه ما شاء الله بعد اليوم طالع لي بالذكريات توفيق الهرير هنا كان درس نفس التاريخ الهريرية عدلين سحبهم متعة ما شاء الله ما خليت انا وقف الله يعطيك العافيه الله هذا ما شاء الله وزنه كم عدد 8800 ما شاء الله على ابو يعقوب ما شاء الله كفو عليك ما شاء الله تبارك الله طبعا ابو يعقوب ما شاء الله معروف راس النورة ما شاء الله تبارك الله منو خذاي الله يبارك لك يا رب تسلم حبيبنا فالك الأكبر منها جايات إن شاء الله ما شاء الله يا رب جميع يا رب ما شاء الله قرب نشوف زي ما قلت هر الشباب سبعة ونص ما شاء الله تبارك الله بس شلون اللي طلعت أصلا الله يبارك ما شاء الله تبارك الله هذه أمتن دي ما شاء الله الرمل عليها ديك طوال طبعا حاليا هذه الاجواء الهواء شد علينا العومة بدأت تبعد العومة بس هنا في جزء صغير وبدأت خلاص يعني تروح في طيور هنا في عومة خفيفة زي ما انت شايفين الشاطئ بدأ يفضح شباب صاروا هناك بس ما في ذاك الضرب ما في اي شيء فتقريبا خلص يومنا اليوم خلاص ما في شيء الهواء شد هواء قوي الله يكتب لنا في الخير يمكن نغير موقع بنغير وجهه اكيد طبعا بس يمكن مقطعنا اليوم ينتهي هنا باذن الله
وهذه نهاية طلعتنا الحمد لله. أنا والحبيب مشعله ما جانا لا ضرب ولا أكشن ولا شيء. جايات بإذن الله. طبعا مشعله ما شاء الله ما يحتاج هناك منطقته دائما نروح رأس النورة ما شاء الله عليه. ساحق رزقتنا هذا هو. أنا ها في السنة مرة إن شاء الله. إن شاء الله ويانا مرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله كانت طلعة حلوة غيرنا جو واستانسنا. يلا نشوفكم إن شاء الله بالطلعات الجاية. مع السلامة.